اللي هو مساء الخير على حضرتك يا استاذ. مساء الخير يا كابتن محمد، مساء اخبار الخير. حضرتك ايه؟ نعم، ساعتك طيب يا رب ومساء دايما دايما بخير ان يا شاء الله. رب دايما وبخير يا وسعاده. رب بخير يعني ان شاء طمنا الله. على الفريق يا ست اللواء. والله الحمد لله، طبعا زي ما حضرتك قلت يعني الماتشات الفتره الاخيره دي طبعا كان 4 ماتشات بره اسوان ورا بعض كده، طبعا يعني ما كانوش يعني ما كناش موفقين فيها، لكن الحمد لله برضه كان لسه الفرصه موجوده معانا، واملنا كبير في الجهاز واللعيبه. عندنا 3 ماتشات ان شاء الله هنبدا بكره فيها، ويوم الثلاث ويوم 29 مع الاتحاد، يعني المقاصه والغزل المحله والاتحاد ورا بعض مع ارضنا ان ماتشات شاء الله. صعبة. طبعا ان شاء الله كده يعني ان شاء الله نقدر نعوض فيهم باذن الله، يعني إن شاء املنا الله. كبير باذن ست الله ان شاء اللواء الله. يعني هل في بعض المشاكل أو مشاكل موجودة مع الفريق في أي لا مساحات المشاكل ولا؟ من الناحيه الفنيه والحاجه، لا الحمد لله. هو المشكله مع الاجنبيه اللي عندنا اللي هي المشكله الماديه الماليه، حتى واستحفلت يعني استحفلت خالص المره دي بقى، يعني صراحه للاسف لان الشركه الراعيه في عندها مشاكل. اول مره تاخر علينا كثير اكثر من 3 شهور، ما جيناش مالين، واحنا ما فيناش غير ما عندناش غير مصدر الوحيد بتاع الشركه الراعيه بس، اللي هو طب الدخل اللي هو تواصلتوا النقد. معاه سيادة اللواء ولا ما حصلش نعم، تواصل؟ تواصلتوا مع الشركة الراعية؟ كل يومي يومي سعادتك، ما فيش ما حدش بيرد، يعني حتى يعني الرد معانا ما فيش حد، ما فيش حاضر النهارده بكره النهارده، ما فيش خالص. سعادتك حضرتك يعني معايا، مش عايز اقول سعادتك، احنا الاربع اللي معناهم دول من ساعه رحنا طلائع الجيش، رحنا المصري مش بنلعب المصري في اسكندريه، معناش فلوس نروح فيها اتوبيس يوريني، مش معناش فلوس نلعب نحرك اتوبيس من القاهره لاسكندريه عشان ندفع، شوف وصل بينا هما الريت ايه. بتتحركوا او بتتعاملوا زي سيادة اللواء؟ هو تصرفنا من بره، بره تصرفنا ناس يعني جبنا من بره، احنا عاملين طيب تصرفنا حضرتك عشان على امل ان الشركه تدينا، مفيش. هو كل يوم لغايه النهارده، هو دلوقتي لسه انت يومي بضرب على وكان متواصل معانا الاستاذ عمرو اخبار، لكن حصل له ظروف ان اخوه توفى عليه رحمه الله، يعني ربنا يرحمه طبعا. اخوه فراجل كان، بس هم اللي بيقولوا عندنا مشكله. انا كل عدد يعني 3.5 مليون جنيه اللي عندي، يعني ما تجيش اعلاميين في ماتشين الاهلي والزمالك، مش هنطلب يعني عمليه صعبه جدا. عملنا مناشده ليكم، يعني الناس كانت بتاخروا بس ما اعرفش، يعني عمليه صعبه. طب عملنا مشكله هل في اجراء معين هتتخذوه ولا الامور يعني والله هتمشي ساعتك، احنا ازاي؟ يعني مشينا زي العقد، بنبعت العقد بيقول في ماده 59 لما يكون في مشاكل في المملكه المدنيه بتبعت لهم تقول خلال 48 ساعه نجتمع عشان نشوف حلول. ما بعتنا لهم من قبل اجازه العيد، وبعتنا لهم من امبارح ثاني نوع طب ايه المشكله، يعني عشان نشوف ناخد اجراءات، احنا مش هنخش بقى في اجراءات بقى عدم الاذاعه، ومش هنخش بقى في حاجات قصص ثانيه مش هتبقى ضرر والرد كان ايه للجميع، طيب يعني يا ست اللي هو ما فيش كل رد؟ الحلول متاحه قدامينا. فطلبنا اجتماع مع السيد المحافظ بعد بكره ان شاء الله، بكره بس نخلص من الماتش بكره ده، والراجل مش يعني متعاون معانا لكن تماما. بكره الماتش هيتذاع بشكل طبيعي. لا طبعا، لا طبعا بكره احنا مش هنوصل ان شاء الله، مش هنوصل كده، بس يعني يساعدونا. ما انت بتقول المشكله مشاكل ماديه، المشكله الماديه دي يعني الحقيقه متاخر عليه، يعني مرتبات الشهر مثلا العمال ما قبضوش، واللعيبه طبعا كانت 3 مكافآت، ما بيتكلموش الناس، اللعيبه طبعا رجاله وعارفين الظروف، واحنا يعني ان شاء الله هنتفك يعني باذن الله. هو ماتش الاهلي امتى يا ست اللواء؟ الاهلي يوم 7/6 حضرتك. 7/6 يعني في القريب، يعني مش بعيد. لا مش بعيد يعني، بعد كده احنا بعد الاتحاد ساعتك هنطلع على هنلعب ماتش المصري للكاس يوم 31، ونرجع على المفروض على الاهلي بقى يوم 7/6 ان شاء الله. ان شاء الله الامور دي تتحل ان شاء الله ست يا اللواء. ان شاء رب الله ان شاء الله ان شاء الله ان ست شاء اللواء. الله. طبعا احمد سليمان شكرا بشكرك شكرا جزيلا طبعا، كل التوفيق لنادي اسوان وجماهيره الكبيره طبعا جماهير اسوان.